والسابقة شفت فينا سلام، مرحبا بكم انا في البث المباشر من تطوان. برافو رجال الحموشي الامن يقيف 3 اشخاص من اصحاب السوابق القضائية بعد تورطهم في نشاط عصابة اجرامية. مباشرة من تطوان، برافو رجال الحموشي، الامن يقيف 3 اشخاص من اصحاب السوابق القضائية بعد تورطهم في نشاط عصابة إجرامية. متتبعينا إذا دائما متتبعي قناة شوف تيفي، وحنا معكم في هذا البث المباشر مباشرة من تطوان. نتمنى طبعا هذا العمل الإجرامي يوقف عند حده، لأن هذا الشيء طبعا تأسف في الحقيقة. هذا الشيء اللي بقينا كنشوفه مؤخرا، غادي نعطيكم تفاصيل ديال هذا التدخل الأمني في مدينة تطوان. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدينة تطوان صباح اليوم الاثنين 12 أبريل الجاري من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 36 سنة من ذو السوابق القضائية، ويشكل أحدهم موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للشباب في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية لترويج المخدرات القوية. وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عمليتين ملتزمتين بحي جبل درسة وحي توتة بمدينة تطوان، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة بصدد هذه القضية عن حجز 138 لفافة من مخدر الهيروين ومجموعة من الهواتف النقالة وميزان إلكتروني، إضافة إلى بطاقات هاتف محمول تستغل في ممارسة هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. إذن برافو رجال الحموشي بتطوان من توقيف 3 ديال الأشخاص من أصحاب السوابق القضائية بعد تورطهم في نشاط عصابة إجرامية. طبعا هذه الظاهرة ديال توزيع الهيروين، طبعا شكرا للسلطات الأمنية ورجال الحموشي على التدخل هنا في ولاية أمن تطوان. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدينة تطوان صباح اليوم الاثنين 12 أبريل الجاري من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 36 سنة من ذوي السوابق القضائية، ويشكل أحدهم موضوع عدة مذكرات على البحث على المستوى على الصعيد الوطني، وذلك للشباب في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية لترويج المخدرات القوية. وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عمليتين بحي جبل درسة وحي توتة بمدينة تطوان، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بهذا الصدد في القضية عن حجز 138 لفافة من مخدرات الهيروين ومجموعة من الهواتف النقالة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى بطاقات هاتف محمول تستغل في ممارسة هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا العمل الإجرامي. إذن من تطوان دائما متتبعي قناة شوف تيفي، احنا معكم في الجولة الليلية عبر الشوارع الحان البيضاء. برافو رجال الحموشي، توقيف 3 أشخاص من سوابق قضائية عصابة إجرامية. طبعا للأسف هاد الظاهرة ديال المخدرات القوية اللي هلكت شباب ديال ربوع المملكة طبعا، ولكن يقظة رجال الحموشي كانت لهم بالمرصاد. إذن تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدينة تطوان صباح اليوم الاثنين 12 أبريل الجاري من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 36 سنة من ذوي السوابق القضائية، ويشكل أحدهما موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للشباب في تورطهما في نشاط عصابة إجرامية لترويج المخدرات القوية. وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عمليتين متزامنتين بحي جبل درسة وحي التوتة بمدينة تطوان، حيث مكنت عملية تفتيش المنجزة بهذا الصدد هذه القضية عن حجز 138 لفافة من مخدر الهيروين.
إذا متتبعينا، طبعا هذه العصابة الإجرامية اللي لقوا عندها 138 لفافة من المخدر الهيروين، مجموعة من الهواتف النقالة وميزان إلكتروني بالإضافة إلى بطاقات هاتف محمول تستغل في هذه الممارسات هذا النشاط الإجرامي، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة أفعال الإجرامية المنسوب إليها والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. إذا من تطوالنا دائما متتبعي قناة شوف تيفي، احنا معكم في الجولة الليلية. برافو برافو رجال الحموشي. أمن تطوان يوقف 3 أشخاص من أصحاب السوابق القضائية بعد تورطهم في عصابة إجرامية، والظاهرة ديال المخدرات القوية طبعا اللي كتشكل خطر محدق على الشباب. للاسف تمكنت عناصر المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بمدينه تطوان صباح اليوم الاثنين 12 ابريل الجاري من توقيف 3 اشخاص تراوح اعمارهم بين 28 و 36 سنه من ذوي السوابق القضائيه، ويشكل احدهما موضوع عده مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للشباب في تورطهم في نشاط عصابه اجراميه لترويج المخدرات القويه، وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عمليتين متزامنتين بحي جبل درسة وحي التوتة بمدينة تطوان الحمراء البيضاء، حيث مكنت عملية تفتيش المنجزة بصدد هذه القضية عن حز 138 لفافة من المخدرات الهيروين ومجموعة من الهواتف النقالة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى بطاقة هاتف محمول تستغل في ممارسات هذا النشاط الإجرامي. قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيما تحت تدابير الحراسه النظريه، رانا اشارات البحث الذي يجري تحت اشراف النيابه العامه المختصه، وذلك لتحديد كافه الافعال الاجراميه المنسوب اليها والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا النشاط الاجرامي. اذا دائما متتبعي قناه شوف تيفي، احنا معكم في الجوله عبر الشوارع الحمراء البيضاء على مقربه من حي توتا، اللي تم توقيف احد الاشخاص اللي غادي يمروا من هذا الحي بعد قليل. متابعينا احنا معكم في الجوله من شارع الدار البيضاء، ونتمنوا الدعوات ديالكم، ومناسبه رمضان مبارك سعيد، ونتمنوا الخير والصحه والعافيه لكل متابعينا الاوفياء. اذا برافو الرجال الحموشي، توقيف 3 اشخاص مشتبه فيهما في تكوين يعني في عصابه اجراميه لترويج المخدرات القويه، واحد فيهم كان محط عليه عنده عده مذكرات على المستوى الوطني من شارع الدار البيضاء في اتجاه شارع المحمديه وصولا الى شارع ازرو بحي التوته. نتمنوا الدعوات ديالكم متابعي قناه شوف تيفي. اذا متابعينا احنا مازال معكم في هذه الدردشه، نتمنوا الدعوات ديالكم كما قلت، حنا معكم في هذه الدردشه. هذه هي الاجواء الليليه، وكنعطيكم هذا الخبر ديال توقيف 3 اشخاص اللي كان احدهما موضوع عده مذكرات على الصعيد الوطني، بحث يعني مذكرات بحث على الصعيد الوطني. اذا هنا في هذه المنطقه بالضبط، هذه هي حي التوته متتبعينا، نتمنوا الدعوات ديالكم. غادي نمشيو معكم في اتجاه حي التوته، هنا في هذا الحي هذا كامل هذا هو حي التوته. هنا تمكنت عناصر الشرطه القضائيه من توقيف احد الاشخاص ديال هذه العصابه الاجراميه، تمكنت عناصر المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه مدينه تطوان صباح اليوم الاثنين 12 ابريل الجاري من توقيف 3 اشخاص تراوحوا اعمارهما ما بين 28 و 36 سنه من ذوي السوابق القضائيه، ويشكل احدهما موضوع عده مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للشباب في تورطهما في نشاط عصابه اجراميه لترويج المخدرات القويه، وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عمليتين متزامنتين بحي جبل درسة وحي التوته اللي كنتواجدوا فيه احنا الان بمدينه تطوان، حيث مكنت عمليه التفتيش المنجزه بصدد هذه القضيه عن حز 138 لفه من مخدرات الهيروين الهيروين ومجموعه من الهواتف النقاله وميزان الكتروني، بالاضافه الى بطاقه هاتف محمول تستغل في ممارسه هذا النشاط الاجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمجتمع فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية. رهن إشارات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا النشاط. إذن دائما متتبعي قناة شوفتي في، احنا معكم في هذه الجولة عبر شوارع الحمام البيضاء من حي التوتة، فين تم توقيف أحد الأشخاص المشتبه بهم من هذه العصابة الإجرامية اللي توزع المخدرات، لفافة الهيروين، المخدرات القوية. إذن مزيد من الحيطة والحذر، لأن هذه العناصر شبكة ديال المخدرات اللي كتقوم بهذا الترويج ديال هذه اللفافات طبعا اللي كتخدر العقول ديال الشباب والشابات كذلك. خاصة كنلاحظوا أن بعض المؤسسات هنا على المستوى الوطني ماشي على المحلي، يعني تلاميذ وتلميذات بالدرجة الأولى اللي تا هما مبليين بلوهم في الحقيقة هاد الناس مقابل المال لا قل ولا أكثر. إذا برافو رجال الحموشي من توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم في ترويج المخدرات القوية والهيروين بعد ما تم العثور على 138 لفافة من مخدر الهيروين. شكرا لكم متابعي قناة شوف تي في. طبعا خصنا نديروا اليد في اليد لفضح هذه الخروقات وهذه العصابات الإجرامية ديال المخدرات سواء القوية أو المخدرات في جميع أشكالها، لأن هذا لوبي متحكم في هذا الشيء. ولكن برافو الرجال الحموشي على توقيف هاد الأشخاص، فيما زال البحث جاري كما قلت تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. إذا دائما متتبعي قناة شوف تي في، احنا معكم في الجولة الليلية عبر شوارع الحمام البيضاء، مزيد من الحيطة والحذر، ونتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا مزيد من اليقظة. طبعا رجال الحموشي كانوا كالعادة لهم بالمرصاد، ومازال طبعا هذا الشيء على المستوى الوطني. نتمنى طبعا يتم القضاء على هاد العصابات، يعني وهادشي اللي وهادو كيتواجدوا في ربوع المملكة، يعني في الدواوير في الوسط الحضاري في الوسط القروي، وهذا مشكل كبير وكبير بزاف متتبعينا. من تطوان دائما برافو الرجال الحموشي توقيف، من تطوان كيوقف ثلاثة أشخاص من عصابة إجرامية متخصصة في توزيع المخدرات القوية الهيروين. وحنا مازال معكم في هاد الجولة متتبعينا، وانتم كتلاحظوا يعني الاجواء ديال تطوان في هذا التوقيت. تمكنت عناصر المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه مدينه تطوان صباح اليوم الاثنين 12 ابريل الجاري من توقيف ثلاث اشخاص تتراوح عمرهم بين 28 و 36 سنه من ذوي السوابق القضائيه، ويشكل احدهما موضوع عده مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشاط عصابة إجرامية لترويج المخدرات القوية، وجرى توقيف المشتبه فيما خلال عمليتين متزامنتين بحي جبل درسة وحي التوتة بمدينة تطوان، حيث تمكنت عملية تفتيش المنجزة بصدد هذه القضية عن حجز 138 لفة من مخدرات الهيروين الهيروين ومجموعة من الهواتف النقالة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى بطاقات الهاتف محمول تغلو في ممارسة هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيما تحت تدابير الحراسة النظرية. رهن إشارات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية منسوبة إليهم والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. شكرا لكم، انتظروني بعد قليل في البرنامج الليلي موضوع للنقاش. إلى اللقاء.